اهلا بيكم من جديد. في بقى عمليات السمنه في ناس كتيره جدا بتبقى متخيله ان النتيجه هتكون مذهله وسريعه، بالذات بعد ما يكونوا ماشيين مثلا او متابعين مع دكتور بالسنه او سنتين او ثلاثه، على يعني بشوف حالات كتيره جدا بتقول لي انا طول عمري بعمل دايت، فبتكون بتمشي على 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 اكلات معينه، بتمشي على مكملات غذائيه معينه او حقن او 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 في الاخر برضو ما بتوصلش للنتيجه اللي هي عاوزاها، فتقول خلاص انا هعمل عمليه انقص بيها وزني والنتيجه هتطلع لي في خلال شهور. للاسف في حالات كتيره جدا او يعني حالات يعني بتبقى عندها فشل من عمليات التكميم او من الجراحات المتعدده للسمنه، العلاج السمنة. أنا عايزة أستضيف النهاردة أو أتكلم مع ضيفنا النهاردة أستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس، مدير وحدة السمنة بوادي النيل، وزميل كلية الجراحين بإنجلترا وزميل كلية الجراحين بأمريكا، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا. الحقيقة الموضوع بتاعنا ده إحنا مكملين فيه من المرة اللي فاتت، لأن فعلا أنا لقيت إن في حالات كتيرة جدا بدأت تراسلني وبدأت تكلمني في التليفون تقول لي أنا فعلا أنا عملت العملية وفعلا ما حسيتش بأي حاجة، بالعكس ده أنا بدأت أزيد تاني مع إن عندي نفس المشاكل أو مشاكل كتيرة جدا جات لي من اللي أنتوا كلمتوا فيها قبل كده، وبرجع ومش عارفة حياتي اتدمرت، يعني في حاجات كتيرة جدا، في حصل فيها حالات طلاق كمان. فأنا عايز أسأل حضرتك، الموضوع طلع كبير أنا كنتش أعرف في البداية. اسمحي لي أن أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا إحنا الجزء اللي إحنا اتكلمنا عليه بقى في الحلقة ممكن نرجع له، اللي هو تكميم المعدة، ممكن يتم تلخيصه في الحلقات بتاع الحاجات اللي فاتت على إصلاح فشل تكميم المعدة. عملية التكميم عشان تنجح لها شروط. يعني ايه تكميم؟ نقول تاني برضه عشان لو ناس مش متخيله. تكميم معدة ان احنا بنعمل عملية بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بنصغر حجم المعدة ونشيل منها جزء. واتكلمنا على ان احنا عشان ما يحصلناش فشل بعد عملية تكميم المعدة لابد من ان احنا نعمل عملية تكميم باحترافية، اللي احنا اتكلمنا عليه بقى المرة اللي فاتت، من استئصال قبة المعدة بشكل كامل، من نهاية المعدة لابد ليه طريقة معينة في الاستئصال، نتفادى الالتواء بتاع المعدة ويكون التدبيس باحترافية شديدة. طبعا ده في حال ان ده ما حصلش، احيانا بيكون في مشاكل جراحية فيما بعد. يعني عملية التكميم احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا لو انت ما نزلتش وزنك بكمية كافية، عملية التكميم قلنا لو انت ابتديت ترجع بعد العملية بصورة مستمرة عندك ارتجاع شديد ليها طرق، واتكلمنا على طرق علاجها، منها ان احنا نصلح الفتق ونعمل إعادة للتكميم، منها ان احنا نصلح الفتق ده ونعمل تحويل مصور معدة كلاسيكي او مصور. يعني في حلول لو انت ما خدتش وزن كافي بعد عملية التكميم، ما خدتش النتيجة المرجوة اللي انت عاوزها، او دخلت في مضاعفات، فاحنا بنعالجها بطرق موازية، يعني ليها طريقة. يعني وعملية بسيطة، يعني مش فتح بقى ولا اي حاجة، ده منظار مثلا بالمنظار. فاذا ده جزء واحنا اتكلمنا عليه في حلقات بس احنا لخصناه. يعني عملية بقى تدبيس المعدة، يعني دي الصورة اللي هي معروضة دي اللي هي تكميم المعدة اللي احنا اتكلمنا عليه. هنتكلم دلوقتي بقى على تدبيس المعدة. تدبيس المعدة ازاي نصلحها؟ يعني انا اتدبست خلاص، انا مريض اتدبست في عملية تدبيس المعدة. كانت طلعت فترة كده بعد من فترة، يعني عملية تدبيس المعدة من ضمن العمليات اللي كانت زمان بتتعمل ودلوقتي ما بقتش حد يعملها بقى خلاص. هي عبارة عن فتح جراحي بيدخل دباسة حديد، بتدبس دبوس واحد بس بيفصل المعدة لجزئين. المعدة دي الصغيرة بناكل فيها، المعدة المعزولة بتتفصل، يعني بتبقى معزولة عن الأكل. من المرة اللي فاتت وانا عمالة اتخيل، طب ده هم قطموها خلاص، هتعمل بقى التانية دي ازاي؟ هتصلحها ازاي؟ بنسيب كل ده ونشتغل بقى في الجزء السليم فوق مستوى الشبكة، ويتم استئصال الشبكة في معظم الحالات مع الجزء الدبابيس اللي هو القديم. ويتم يا اما بقى انا دلوقتي عيان عملت تدبيس معده وعندي حاجه من الحاجات دي، يا اما انا برجع باستمرار لان ما بقدرش اكل، لان الفتحه اللي ما بين المعدتين كلها نص سنتي لسنتي، وبالتالي انا حياتي صعبه، يعني عندي لعنه من الترجيع المستمر، وبالتالي طبعا بيحصل لي نقص فيتامينات ونقص تغذيه وبنسى وجسمي متهالك زي الحاجه اللي كنت بتكلم عليها، الناس اللي هو وصلت لدرجه متعبه دي. دول حلهم ان احنا نلغي العمليه خلاص، يعني نلغيها، فتحه في المعده اليمين، فتحه في المعده الشمال، فاتحين المعدتين على بعض وخلاص. طب انا ازيد تاني؟ طبعا انفد بحياتك، يعني انت لو عملت عمليه تدبيس معده
وانت من الناس اللي هي بترجع باستمرار وتهالكت صحيا، ما تفكرش في حاجه ثانيه، الغي العمليه وبعد كده فكر بقى في طريقه ثانيه نعمل لك بيها عمليه فيما بعد تحويل مسار ولا حاجه، بس تتعافى يعني. ده نوع من انواع الاصلاح. بالظبط كده، النوع من انواع الاصلاح ان حضرتك تدخل وتلغي العمليه خالص في وضع بقى التهالك الصحي، او ان انا وصلت لدرجه من المضاعفات شديده، او ان انا خلاص عندي نقص فيتامينات شديد، وده بنشوفه يعني. الفئه الثانيه من الناس اللي عملت تلبيس معده، ان هم هو مش قادر ياكل حاجات صلبه، ولكن اتعلم بسرعه ان هو يزحلق بقى اكل سكريات وشوكولاتات وايس كريم ومعجنات والحاجات اللي بتدوب في البق كلها، بتعدي خلال الفتحه الصغيره دي، وبالتالي هو بيتعلم ان هو ياخد الطاقه بتاعته اللي هو محتاجها اليوميه من السكريات، فبيحصل على اسوأ حاجتين. الحاجه اللي هي بتحصل له انه وزنه بيزيد جدا لانه بياخد سعرات حراريه عاليه جدا. النمره الثانيه مش قادر يخس، يعني انا مش قادر اكل وعمال ازيد في الوزن. اه طبعا، يبقى ايه حله؟ دخل فيرجوال سيركل بقى رهيبه جدا. نعمل له بقى تحويل مسار. احيانا في 99% بنحتاج ان احنا نعمل تحويل مسار معده كلاسيكي. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي ان انا باخد الجزء السليم اللي هو في الصوره ده اللي فوق مستوى الشبكه، بقصه وبعمل بيه عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. ايه هدفنا ان احنا نعمل عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي؟ ان انا اكل كويس واخس كويس، يعني انا الحاجات اللي كنت محروم منها من الوزن، يعني دي عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي من الجراحات الجميله جدا، والجراحات اللي هي بتعالج مشاكل تدبيس المعده. لو ركزنا في الرسمه دي هنلاقي ان اخدت الحته اللي فوق، الحته اللي فوق فقط، وعملت بيها تحويل. يعني انا ايه اللي احصل بيه؟ ايه اللي اتحسن بيه؟ او ايه اللي هستفيده من العمليه دي؟ ان انا باكل اكل سليم، الحاجات اللي كنت محروم منها في تدبيس المعده بقيت اكلها دلوقتي، لان مفيش انسداد. كان فيه انسداد في التدبيس، دلوقتي مفيش انسداد في عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. العمليه دي طبعا بتتعمل بالمنظار، ليها صعوبه شويه لان بيبقى فيه التصاقات طبعا كتيره في البطن ما بين الشبكه اللي كانت محطوطه في تدبيس المعده جوه البطن، يعني بتلاقيها ملزقه المعده بالكبد، فبتاخد وقت شويه ان احنا نصلحها. يعني محتاجه خبره، يعني مش اي حد يعملها. طبعا النمره الثانيه ان طبعا معظم الناس بتبقى عامله فتح جراحي، وعشان تدخل بالمنظار بعد الفتح الجراحي بيبقى فيه شويه صعوبه، واحيانا الصعوبه بتزيد لو في فتق على الجرح بتاع تدبيس المعده. حضرتك قلت انا في عندي حاله المره اللي فاتت 300 كيلو وانا بحضرها بقالي 3 شهور. ايه يعني كنت بتعمل ايه 3 شهور؟ بتعمل ايه لغايه ولسه في تحضير اكتر من كده ولا لا؟ طبعا عندنا مشاكل كتيره فيها، يعني عندنا مشاكل في التنفس لان 300 كيلو عندنا اوبستراكت سليب ابنيا عنيفه. النمره الثانيه عندنا فتق في جدار البطن، معظم الامعاء جو بره البطن، يعني بره البطن. الحاجه اللي بعد كده ان احنا مش عارفين نعمل لها اشعه، يعني احنا مش عارفين نعمل لها اشعه ناكد العمليه السابقه، يعني انا عايز اعرف تفاصيل العمليه السابقه. مفيش جهاز اشعه قادر يعمل في وزن 300 كيلو يعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد في الوزن ده، وبالتالي عندنا صعوبه ان انا داخل على العمليه عايز اعرف تفاصيلها. فعملنا منظار معده للتشخيص، خدنا من جوه يعني بتشخصها من جوه الاول معلومات، لكن هي غير كافيه طبعا. فاحنا لازم طبعا نكون عارفين ان فعلا عندنا صعوبه في التخدير، عندنا صعوبه في اجراء العمليه طبعا لان عندنا فتق جراحي. نمره 4 ان انا دلوقتي عشان اعمل عمليه في الوزن الضخم اللي فوق 300 كيلو عمليه فتح جراحي من أسوأ انواع العمليات. طبعا. يعني تدخل تصلح فتق وتعمل عمليه تحويل مسار معده كلاسيكي في 300 كيلو دي يعني غير الامراض المصاحبه، يعني اكيد دي عندها سكر، عندها ضغط، عندها حاجات كتيره جدا اللي هي البيز لاين اللي هي صح. طبعا كل الحاجات دي موجوده بالاضافه للصعوبه الجراحيه، فهي عايزه طبعا تحضير بهدوء لان دي عمليه اعاده لاصلاح عمليه تدبيس معده، مش قادره حتى اعمل فيها اشعاعات، عندنا مشكله في التنفس. طب ايه هتحضرها؟ قول التحضير بقى عموما للعمليات الاصلاح دي هتبقى ايه؟ طبعا دي نصيحه لكل الجراحين واللي هم المبتدئين في جراحات السمنه، نصيحه لكل العيانين المقدمين على اجراء عمليه اصلاح، لابد من تقييم وضعك التشريحي. يعني انا دلوقتي عملت عمليه تكميم، اوعى تدخل تعمل عمليه من غير ما تعمل منظار معده. يبص على المريء من جوه، يشوف فيه فتح جاب حاجز، يشوف فيه التهابات في المريء، يقيم وضع المعده من الداخل، دي حاجه مهمه جدا. النمره اللي بعد كده ان لازم اعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. تقول لي عندي فتح جاب حاجز وحجمه قد ايه؟ عندي ضيق في المعده من تحت؟ عندي التواء ولا لا؟ لان بناء على المعطيات اللي هي بتاعه الاشعه المقطعيه والمنظار، القرار العمليه بيتغير 180 درجه. يعني انا عامل عمليه تكميم وعايز اعمل عمليه اصلاح، لقيت عندي بالمنظار والاشعه المقطعيه فتق في الحجاب الحاجز، وعندي يعني التهاب في المريء بصوره كبيره، يعني التهاب درجه رابعه
او بارت اوسفاجس، يبقى عندي حل واحد اللي هو تحويل مسار المعده الكلاسيكي. الكلاسيكي ما عنديش فاتك العلاج بالحاجز، ما عنديش التهابات في المريء، ممكن اعمل تحويل مسار معده مصغر او ممكن اعاده تكميم للناس اللي هم عندهم تكميم بيصلحوها. عندي ضيق في المعده في نص المعده، يبقى انا عندي عمليه واحده بس اقدر اعملها لتحويل مسار المعده الكلاسيكي، ما اقدرش اعمل تحويل مسار المعده المصغر. فقرارات كتيره جدا بتتغير بناء على يعني عمل المنظار. لكن في النهايه بقول ان عمليات الاصلاح هي عمليات امنه بس محتاجه حرفيه في الاداء، ومحتاجه مكان امن، ومحتاجه مستلزمات طبيه على اعلى مستوى. دي ما فيهاش يعني ان انا يعني من الغلطش الغلطة مرتين يعني. التقصير في الخبرة، التقصير في الإمكانيات الطبية هيؤدي إلى كارثة فيما بعد. طبعا في سؤال لازم يتسأل في آخر الحلقة دلوقتي، احنا ازاي نختار من البداية بقى ان احنا نعمل عمليات صح وفي مكان صح؟ العمليات اللي هي الممنوعة بلاش نعملها، زي عمليات تدبيس المعدة، عمليات حزام فراشة. المعدة، عمليات الفراشة. دي من العمليات اللي هي الممنوعة. خلينا في العمليات اللي هي المتعارف عليها طبيا، التكميم، تحويل مسار المعدة المصغر، تحويل مسار المعدة الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر. الساسي عشان بس بعض الناس عارفة الساسي لسه انفستيجيشنال، لسه تحت الفحص يعني، لسه ما خدتش ابروفل من كل المؤسسات اللي هي الدولية، لكن هي بتتعمل مش هتدور، لكن نتائجها لسه مش عارفينها، لان مش قادرين نقيم وضع الاكل اللي بيعدي في الاثنى عشر او وضع الاكل اللي بيعدي في خلال الوصله قد ايه منهم هيعدي هنا، وبالتالي النتائج لسه مش معروفه. دي بالنسبه لنوع العمليه. الجراح لازم يكون محترف في اجراء العمليه، المكان الامن، التخدير الامن، كل دي حاجات لازم تتوفر عشان نتفادى مشاكل الاساسيات نفسها لازم تكون طبعاً. كلها معروفه ولازم في تيم متابع، يعني هو مش جوست ان انت تعمل عمليه وتسيب العيان، لازم متابعه قويه، ولازم في طريقه ان احنا نتابع بيها العيان يعرف يعمل ايه وما يعملش ايه فيما بعد العمليه.